أهلا بكم مشاهدينا، وهذه التغطية المستمرة من القاهرة الإخبارية لمتابعة أحدث وآخر تطورات الأوضاع في لبنان ومستجدات العدوان الإسرائيلي عليه المتواصل على القرى وبلدات الجنوب. والبداية مع تطورات الأوضاع والعدوان الإسرائيلي على الجنوب اللبناني. أليس هذا الإرهاب بعينه بل أصبح المطلوب اليوم إبادة؟ أفادت وسائل إعلام لبنانية باستشهاد 18 شخصا في غارات إسرائيلية على بلدتي يونين وشعث في البقاع. هذا وأعلنت الصحة اللبنانية استشهاد 3 أشخاص وإصابة آخرين في غارات على بلدة عيت الشعب، كما أشارت إلى استشهاد شخص وإصابة آخر في غارة لجيش الاحتلال على بلدة قانا جنوب البلاد. إلى ذلك أفاد مراسلنا بأن الاحتلال الإسرائيلي دمر أبنية سكنية في البقاع شرقي لبنان، وأضاف مراسلنا أن طيران الاحتلال شن أكثر من 150 غارة على جلالة إلى الهرمل مرورا ببعلبك التي سجلت أعنف الغارات. وأشار إلى ورود معلومات عن ارتكاب الاحتلال ثلاثة مجازر على الأقل في يونين والكرك وشعث، ووجود عدد من المفقودين تحت الأنقاض. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية باستشهاد عائلة بأكملها جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة شعث بقضاء بعلبك شرقي لبنان. هذا وينفذ جيش الاحتلال قصفا يوميا عبر الخط الأزرق الفاصل، أسفر عن مئات الضحايا بين قتيل وجريح معظمهم على الجانب اللبناني. أفاد مراسل القاهرة الإخبارية باستهداف غارتين إسرائيليتين بلدتي كفر تبنينت وكفر رمان في قضاء النبطية جنوبية لبنان. وأضاف المراسل أن غارات إسرائيلية استهدفت أيضا بلدات البازورية والمجادل وطير ذبة جنوبية لبنان. قالت إذاعة جيش الاحتلال إن الجبهة الداخلية طالبت سكان مدينة صفد ومحيطها بالبقاء قرب الأماكن المحصنة. يأتي هذا بالتزامن مع تنفيذ حزب الله غارات على المستوطنات والمواقع العسكرية التابعة لجيش الاحتلال شمالي إسرائيل، ردا على عدوانه على جنوب لبنان. هدد جيش الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع دائرة القصف ضد حزب الله، في حين تواترت تصريحات لعدد من القادة العسكريين بالإعداد لدخول بري محتمل في لبنان. يأتي هذا بينما يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشاوراته الأمنية التي تصب جميعها باتجاه المزيد من التصعيد على الجبهة الشمالية. تحركات متسارعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تؤشر لمزيد من التصعيد على الجبهة الشمالية. قائد جيش الاحتلال هرتسي هالفي هدد بتوسيع دائرة القصف ضد حزب الله اللبناني، مؤكداً أن الغارات الإسرائيلية لن تتوقف، بينما يجري إعداد الجنود لدخول بري محتمل إلى لبنان. تصريحات هالفي تزامن معها إعلان هيئة الأركان الإسرائيلية عن تجنيد لواءين من قوات الاحتياط ونقلهم إلى الشمال، لافتة إلى أن هذه الخطوة تتيح مواصلة العمليات العسكرية ضد حزب الله وتهيئة الظروف لعودة آمنة لسكان الشمال إلى منازلهم. قائد القيادة الشمالية الإسرائيلية سار على نهج قائده، وكأن الأمر دخل في مزايدة تصعيدية بإعلانه الدخول إلى مرحلة أخرى من العمليات، وأن على قواته الاستعداد بقوة لدخول مناورة برية على حد قوله.
أما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فإنه لا يتوقف عن مشاوراته الأمنية والعسكرية، حيث صار قتل المدنيين في لبنان وسيلة لغاية سياسية لا تتعلق، حسب ما يؤكد مراقبون، بعودة سكان الشمال، وإنما بالإبقاء على مستقبله السياسي. قنابل نتنياهو الفتاكة وصواريخه بعيدة المدى التي وصلت إلى العاصمة بيروت يبدو أنها تعاود مسيرة غزة التي ما زال جرحها غائراً مفتوحاً، ليتم تصدير الرعب والفزع إلى أطفال لبنان في جريمة جديدة تنتظر من يحاسبه عليها. ورغم تصريحاته بأن إسرائيل لا تسعى لحرب شاملة، فإن سيناريو الأيام الأخيرة يؤكد أن الاستفزاز الإسرائيلي يضع المنطقة بأسرها على شفا حرب ستكون آثارها مدمرة على السلم والأمن، ليس في الشرق الأوسط فحسب، ولكن في المجتمع الدولي برمته. أعلن جيش الاحتلال قصف نحو 75 هدفاً لحزب الله الإرهابي كما يقول في البقاع وجنوبي لبنان. وفي بيان له أشار جيش الاحتلال إلى استهداف المستوطنات وأسلحة، إلى استهداف منصات وأسلحة أو مستودعات وأسلحة ومنصات إطلاق كانت معدة لاستهداف إسرائيل، بالإضافة إلى مبان عسكرية وبنى عسكرية، مؤكدا مواصلة قصف حزب الله وتجريده من قدراته العسكرية. من مرج عيون بجنوب لبنان ينضم إلينا مراسل القاهرة الإخبارية أحمد سنجاب. أحمد أهلا بك، حمدا لله على السلامة حتى الساعة. ضعنا في تفاصيل المشهد لديك مع استئناف القصف، على الرغم من تواتر بعض الأنباء ولا نعلم ما هي هذه الأنباء التي تتحدث من مكتب نتنياهو بأن هنالك ضوء أخضر لوقف إطلاق النار. نعم، تحياتي لك في البداية. على ما يبدو أن هناك موجة جديدة من الغارات الإسرائيلية العنيفة على مختلف البلدات اللبنانية، من بينها بلدة دبين، وبين بلدة دبين وبلدة بلاط التي تم استهدافها قبل دقائق معدودة بغارة جوية إسرائيلية عنيفة على هذه المنطقة التي كانت هدفا لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار الأيام القليلة الماضية، علما بأن هذه البلدة ربما من البلدات التي دخلت في نطاق الاستهدافات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي مع بداية هذه التوترات الأخيرة التي بدأت قبل عدة أيام. أيضا كانت بلدة كفر شوبة في الجنوب اللبناني وتحديدا في القطاع الشرقي تعرضت أيضا إلى سلسلة من الغارات الجوية، وذلك من بين 8 بلدات في الجنوب اللبناني تعرضت خلال ساعة واحدة إلى غارات جوية عنيفة، من بينها كفر جوز في قضاء النبطية وأيضا البازورية في قضاء صيدا وعدد من المناطق الأخرى، وذلك بعد سلسلة من المجازر العنيفة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في البقاع شرقي الدولة اللبنانية، سواء في مدينة بعلبك أو مدينة البقاع، حيث نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية الأعنف في طوال ساعات الليل على البقاع وبعلبك، مما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء وعدد أيضا من الجرحى، ولكن حصر هذه الأعداد ربما تعمل عليه وزارة الصحة في هذه الأثناء. ولكن موجات التصعيد الإسرائيلية في الجنوب اللبناني متتالية ومتواصلة في كافة المناطق، رغم مزاعم جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه يسعى إلى تهدئة كما تقول أو أي من الأمور الأخرى، وخصوصا أن هذه الموجات العنيفة من التصعيد تزامنت مع جلسة لمجلس الأمن الدولي خلال ساعات الليل، ربما كان الهدف منها هو التوصل إلى قرار لوقف إطلاق النار على طول الجبهة الجنوبية اللبنانية، ولكن ربما انتهزت إسرائيل الفرصة لتكثف من إطلاق النار لا لتخفف من حدة وقف إطلاق النار. وبالتالي على ما يبدو أن هناك أو هذه المنطقة الجنوبية ستكون هدفا لغارات جوية إسرائيلية جديدة خلال الساعات القليلة المقبلة، في ظل التصعيد الكبير الذي ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي على مختلف قطاعات وأقضية الجنوب اللبناني، وأيضا مختلف قطاعات وأقضية القطاع أو البقاع غرب شرقي الدولة اللبنانية. طيب أحمد، يعني قبل قليل
يعني كنت على الهواء وبعد ذلك كان هنالك قصف قرب المنطقة التي أنت فيها، ما الجديد لديك حول القصف الأخير في مرج عيون؟ نعم، هذا القصف بالفعل استهدف هذه المنطقة التي تقع على بعد مئات الأمتار من هذا الموقع الذي نقف فيه الآن. هذه الغارة على ما يبدو أنها استهدفت، ربما كما ترى أن الطريق توقفت عليه حركة المرور تماما جراء هذا الاعتداء، لأن الاعتداء كان بالقرب من الطريق الرئيسي الواصل بين عدد من بلدات مرج عيون مثل بلدة دبين، بلدة بلاط، بلدة إبل السقي، أيضا عدد من بلدات كوكبة، ووصولا إلى بلدة حصبية أو قضاء حصبية وبلدات قضاء الحصباني. ولكن هذه الغارة على ما يبدو أنها استهدفت منطقة في الواقعة بين دبين وبلاط، وحتى الآن لا معلومات حول إصابات أو شهداء جراء هذه الغارة، لكن فرق الإسعاف وصلت إلى المكان وربما تعمل في هذه الأثناء على الوقوف على الخسائر في هذه الغارة أو تداعيات هذه الغارة التي سقطت في هذه المنطقة التي سبق استهدافها أكثر من مرة على مدار الأيام الثلاثة الماضية تحديدا لأول مرة، علما بأن هذه المناطق كانت بعيدة نسبيا عن هذه العمليات وهذا العدوان الإسرائيلي على الجنوب اللبناني. أحمد، يعني قبل أيام كنت بالقرب أيضا من المطلة وما كان يحدث هنالك من عمليات قصف وشهدنا ذلك معك أيضا على الهواء، كيف هو الواقع هناك الآن على طول الجبهة لو تضعنا في صورة الحصيلة للساعات الأولى من صباح هذا اليوم حتى الساعة؟ نعم، أكثر من 30 بلدة في الجنوب اللبناني تعرضت إلى عدوان إسرائيلي منذ منتصف الليل وحتى الآن، نفذ خلالها جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرات الغارات الجوية على مختلف القطاعات، سواء القطاع الشرقي أو القطاع الأوسط أو القطاع الغربي للجنوب اللبناني، وأيضا في مختلف الأعماق كانت هناك غارات في منطقة إقليم التفاح، كانت هناك غارات في نطاق قضاء صيدا، كانت هناك غارات في نطاق قضاء النبطية وقضاء صور وأيضا قضاء تشبيل. فبالتالي كافة قطاعات الجنوب اللبناني وكافة أقضية الجنوب اللبناني تعرضت إلى عدوان من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال ساعات الليل. الحصيلة بالتأكيد هذه الغارات أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين جراء العدوان الإسرائيلي، ولكن الحصيلة النهائية ستعلنها وزارة الصحة، ولكن حصيلة الاستشهاد أو حصيلة العدوان الإسرائيلي في البقاع شرقي لبنان وفي الجنوب خلال ساعات الليل هي من أكبر الأعداد التي سقطت في يوم واحد أو في ساعات معدودة وخصوصا ساعات الليل، ولذلك يمكن أن نصف العدوان الإسرائيلي على الجنوب والبقاع خلال ساعات الليل وحتى الآن هو الأعنف والليلة الأعنف التي عاشها سكان الجنوب وأيضا عاشها سكان البقاع جراء هذا العدوان. هناك أكثر من 60,000 نازح من الجنوب اللبناني أو تحديدا 60,000 نازح مسجل من الجنوب اللبناني والبقاع باتجاه مناطق أكثر أمنا وتحديدا إلى مناطق الإيواء التي عملت عليها الحكومة اللبنانية، سواء بتحويل أكثر من 200 مدرسة إلى مراكز إيواء أو بعدد من الإجراءات الأخرى التي اتخذتها الحكومة لإيواء النازحين، بالإضافة إلى أن هناك أكثر من ضعف هذا العدد ما بين نازح غير مسجل وما بين أيضا عدد من المواطنين الذين قرروا اتخاذ قرارات فردية باستئجار منزل خاص أو لهم سكن بديل أو غير ذلك، وبالتالي هناك أعداد كبيرة للنازحين. هناك أيضا أوضاع إنسانية صعبة في الجنوب اللبناني وأيضا أوضاع إنسانية صعبة في مراكز إيواء النازحين سواء في العاصمة بيروت أو في محافظات الدولة اللبنانية المختلفة. أحمد، يعني أعرف مدى تعبكم ككادر للقناة منذ بداية هذا التصعيد، أنت وكل الزملاء معك كان الله في عونكم وحفظكم الله أينما تكونوا، ولكن اعذرنا للتساؤلات المتكررة، ولكن لو تحدثنا الآن عن الأخبار التي تتواتر بعد عمليات النزوح، تحذيرات جيش الاحتلال من عودة النازحين إلى مناطقهم ومحل سكناهم، وكذلك التصريحات الإسرائيلية التي تحدثت عن احتماليات، حتى رئيس أركان الإسرائيلي تحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إمكانية الدخول البري، هل هنالك من أخبار تواترت إليكم عن تحشيدات إسرائيلية على الحدود؟
نعم، أولا فيما يتعلق بالنازحين فبالفعل عمليات النزوح مستمرة، التهديدات الإسرائيلية أيضا مستمرة سواء للنازحين الذين خرجوا أو للمقيمين على في أراضي الجنوب اللبناني أو لا يزالوا يتمسكون بأرضهم في الجنوب اللبناني، لدرجة أن التهديدات الإسرائيلية وصلت خلال الساعات الماضية لمراكز الدفاع المدني. هناك مركز للدفاع المدني في منطقة رشاي الفخار في قضاء حصبية على بعد عدة كيلومترات من هذه النقطة التي نقف فيها الآن، تلقى تحذيرا بالأمس ضرورة إخلاء المبنى، وبالفعل تم إخلاء المبنى. هناك أيضا عدد من مراكز الدفاع المدني في النبطية وفي مناطق أخرى في الدولة اللبنانية تعرضت إلى مثل هذه التهديدات. هناك من استجاب لهذه التهديدات وهناك من لم يستجب، ولكن في ظل الاستهداف الإسرائيلي المكثف لفرق الدفاع المدني وأيضا الفرق الإسعافية، ربما هذا الأمر مسار قلق لهذه الفرق والعاملين في قطاعي الدفاع المدني والقطاع الإسعاف. أيضا المواطنين، هذه الاتصالات تأتي في إطار الاتصالات التي يتلقاها المواطنون أيضا بضرورة عدم العودة إلى هذه المناطق مرة أخرى. أما فيما يتعلق بالعدوان البري على الأراضي اللبنانية، فربما هذه المرحلة لم تصل إليها الأمور على الجبهة الجنوبية حتى الآن، وخصوصا في ظل العملية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي بسياسة الأرض المحروقة، وهي إحراق مناطق واسعة وهدم منازل واسعة في الجنوب اللبناني. المشاهد في الجنوب لا تختلف كثيرا عن المشاهد في قطاع غزة، فهناك أوضاع إنسانية صعبة، هناك آلة الهدم الإسرائيلية تهدم أعداد كبيرة من المنازل في الجنوب اللبناني خلال الفترة الماضية، ربما بذلك تمهد لمرحلة مقبلة إن لم يتم التوصل إلى وقف إطلاق النار. هذه المرحلة قد تكون اقتحام بري للحدود الجنوبية اللبنانية، ولكن حتى الآن لا مؤشر على هذه العملية. نعم، أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية من مرج عيون بجنوب لبنان، شكرا جزيلا لك، ونسأل الله لكم السلامة أينما تكونوا، وكان القصف قريبا من حيث أنتم. شكرا جزيلا لك أحمد. أفادت مراسلة القاهرة الإخبارية بأن وقفا لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله قد يدخل حيز التنفيذ خلال ساعات. يأتي هذا بالتزامن مع تأكيد وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعطى الضوء الأخضر للولايات المتحدة للدخول في محادثات للتوصل إلى وقف إطلاق نار وتسوية دبلوماسية للأزمة. نقلت شبكة CNN عن مصدر عسكري قوله إن جهود التوسط لوقف إطلاق النار بين لبنان أو بلبنان بدأت جديا بالنسبة لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن. كان الرئيسان الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون قد طالبا في بيان مشترك انضم إليه الاتحاد الأوروبي ودول أخرى بوقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يوما، كما طالب البيان بالدخول في مفاوضات للتوصل إلى حل دبلوماسي يضمن عودة مواطنين لبنان وإسرائيل إلى ديارهم وإنهاء الأزمة. وأوضح البيان أن الوضع بين لبنان وإسرائيل غير مقبول ويشكل خطرا باتجاه التصعيد الإقليمي. نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنهم متفائلون بتوقيع إسرائيل وحزب الله على اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 21 يوما. وأضاف المسؤولون أنه إذا وافقت الحكومة اللبنانية على الاتفاق فإنها ستتمكن من إقناع حزب الله. كما قال المسؤولون الأمريكيون إن حزب الله لن يوقع بشكل مباشر على الاتفاق. يأتي ذلك في حين قال وزير المالية الإسرائيلي بسلائيل سموتريتش إن الحملة العسكرية في الشمال يجب أن تنتهي بسيناريو واحد، وهو سحق حزب الله وحرمانه من القدرة على المساس بسكان الشمال. وأضاف سموتريتش أنه يجب عدم منح ما أسماه بالعدو وقتا للتعافي من الضربات القاسية التي تلقاها وإعادة تنظيم صفوفه ولمواصلة الحرب بعد 21 يوما. وقال أن استسلام حزب الله أو الحرب هو السبيل الوحيد الذي ستعيد في إسرائيل السكان والأمن إلى إسرائيل. إلى ذلك شدد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد على ضرورة أن تعلن إسرائيل مواقفها على مقترح
وقف إطلاق النار بلبنان ولكن لمدة 7 أيام فقط. وفي بيان له أشار لبيد إلى أنه لا يتم القبول بأي مقترح لا يتضمن إبعاد حزب الله عن الحدود الشمالية لإسرائيل، وأكد أن أي اقتراح يجب أن يسمح لسكان الشمال بالعودة لمنازلهم ويقود لاستئناف مفاوضات لصفقة المحتجزين في غزة. وأوضح لبيد أن أي انتهاك ولو كان طفيفا لوقف إطلاق النار سيؤدي إلى عودة إسرائيل للهجوم بكل قوتها في أنحاء لبنان. قال رئيس حزب يمين الدولة في إسرائيل جدعون ساعر أن تقليص الهجمات الجوية في لبنان في الأيام الأخيرة خطأ فادح. وأضاف جدعون ساعر أن النشاط المستمر والممنهج ضروري لتدمير كافة قدرات حزب الله، وخلاف ذلك يمكن اتخاذ إجراءات تصعب المهمة مستقبلا على حد قوله. للمزيد من التفصيل حول الموقف الإسرائيلي من وقف إطلاق النار والضوء الأخضر الذي منحه نتنياهو وفق التصريحات والتسريبات من مكتب نتنياهو، تنضم إلينا من القدس المحتلة مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية. دانا أهلا بك ونسأل الله لكم السلامة أينما تكونوا. ضعينا في هذا التفصيل، يعني هنالك حديث عن احتماليات وقف إطلاق النار أو موافقة نتنياهو على وقف إطلاق النار، في حين الصورة التي كانت مع أحمد قبل قليل عكس ذلك، الغارات والموجات الجديدة من عمليات الإغارة والاستهداف الجوي على الجنوب اللبناني مستمرة. بالفعل رعد، لربما ليس هذا الموقف الوحيد المعارض لإتمام صفقة التبادل أو الصفقة الهدنة كما يذكر وتنعكس في طبيعة الحال على صفقة التبادل لإخراج المحتجزين في قطاع غزة. هنالك العديد من الأصوات الإسرائيلية المعارضة لهذا الطرح، نبدأها بما ذكرته. وزير المالية سموتريش كان الأكثر حدية في توجيه انتقادات لاذعة للحكومة الإسرائيلية ولبنيامين نتنياهو، يعبر فيها عن موقفه الرافض لإتمام هذه الصفقة ويقول أن هذا استسلام لحزب الله وبأنه يجب أن لا نضيع كل الفرص التي كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد حققها جراء العمليات العسكرية، وطالب بمزيد من الضغط العسكري. حتى أن المعارضة الإسرائيلية والتي من المفترض أن يكون لها موقف مغاير كما كانت تطالب بإتمام الصفقة، اتضح فيما بعد بأنه ليس لصالح الفلسطينيين، ليس لمصلحة وقف الحرب، بل فقط للإفراج عن المحتجزين. لأن في تصريحات زعيم المعارضة يائير لبيد كان يتحدث إذا ما ذهبنا إلى وقف لإطلاق النار أو إلى هدنة فيجب أن يكون هذا لمدة أسبوع 7 أيام على الأكثر وليس لمدة 21 يوم. والمزاعم الإسرائيلية بأن حزب الله قادر على إعادة بناء قدرات العسكرية أو حتى لملمت الجراح كما توصف في وسائل إعلام إسرائيلية، وبعدها يكون هنالك استهداف أكثر عمقاً أكثر تأثراً لمناطق لربما متوسطة أو بعيدة المدى. كذلك الحال يعني نتحدث عن الحزب الذي يزعم إتمار بن غفير، كان قد قال بأنه بناء على المعلومات والتقارير الإسرائيلية التي تفيد بإمكانية الوصول إلى وقف إطلاق نار مؤقت في جنوب لبنان، فإن الحزب سيجتمع خلال الساعات القادمة اليوم لاتخاذ موقفه، ولربما لن نضطر إلى انتظار هذه الساعات لأن إتمار بن غفير وسموتريتش هما الأكثر رفضا يمينية تطرفا فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، وهذه التصريحات مشابهة بدرجة كبيرة إلى التصريحات التي كانت في قطاع غزة إبان الحديث عن صفقة لتبادل الأسرى هناك. كذلك الحال نتحدث عن وزيرة الاستيطان ستوك والتي رفضت هذا القول وقالت بأنه لن نوافق لا على 21 يوم ولا على 21 ساعة، ذهبت في التطرف إلى أكثر من ذلك ورفضت أن يتم الحديث عن وقت إطلاق نار حتى وإن كان مؤقتا. كذلك الحال هنالك العديد من الأصوات، لربما أيضا عضو لجنة الخارجية والأمن في الكنيسة الإسرائيلي، وزير الطاقة الإسرائيلي، جميع هذه الأصوات اختلفت في المضمون أو في طريقة وقت إطلاق النار، ولكن في العموم هنالك رفض مطلق من قبل وزراء في داخل هذه الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة لرفض إتمام صفقة وقف إطلاق النار حتى وإن كانت مؤقتة. على الرغم من هذا، القناة 12 الإسرائيلية كانت قد نقلت عن مكتب نتنياهو بأن نتنياهو أعطى الضوء الأخضر
لإجراء مباحثات وقف إطلاق النار المؤقت في جنوب لبنان وتقليص الغارات على جنوب لبنان للتوصل إلى هذه المباحثات. هذا ما صدر عن مكتب نتنياهو اليوم. أمس كان نتنياهو قد تحدث وقال بأن المفاوضات للتوصل إلى وقف إطلاق نار يكون تحت إطلاق النار، أي أنه لن يعمل للوصول على وقف إطلاق مؤقت للنار للتوصل إلى صفقة دائمة، بل أنه سيعمل على إجراء هذه المفاوضات أثناء إطلاق الغارات الجوية والمدفعية الإسرائيلية نيرانها وتعميق ضرباتها في الداخل للجنوب اللبناني. لذلك هذا هو الموقف الإسرائيلي الرافض لإتمام هذه الصفقة، كما تحدثنا أبرزها كان على لسان زعيم المعارضة الإسرائيلي، على وزير المالية الحزب الذي يترأسه إيتمار بن غفير، وزيرة الاستيطان، وحتى من المعارضة الإسرائيلية نتحدث عن يائير لبيد. هذه الصفقة هيئة البث الرسمية نقلا عن مصادر إعلامية أجنبية وعربية تتحدث أن وقف إطلاق النار المؤقت الذي سيستمر لمدة 21 يوم لربما قد يدخل خلال الساعات حيز التنفيذ، وخاصة بسبب هذه التصريحات التي كانت وجاءت من مكتب نتنياهو بأنه يعطي الضوء الأكبر، وبأنه ولكن بعض المحللين يرون أن هنالك هدفين يبحث عنهما نتنياهو من خلال هذه الصفقة، إما فصل جبهة لبنان عن جبهة قطاع غزة، وإما أن يوصل إلى محل بأنه يحاول إتمام هذه الصفقة فقط في لبنان دون الحديث عن قطاع غزة، عن وقف النار هناك. وهذا ما سيرفضه حزب الله في طبيعة الحال. هذا سيعطي نتنياهو الشرعية بأنه كان قد تقدم في هذا المقترح، وبأن حزب الله هو من رفض هذا المقترح، لذلك يستمر في غاراته المكثفة. وهذه مجمل ما يقال وما يشاع في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن وقف إطلاق النار المؤقت في جنوب لبنان. دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، شكرا جزيلا لك على وضعنا في تفاصيل الموقف الإسرائيلي حول وقف إطلاق النار في لبنان، شكرا لك. تحولات مصيرية في منطقة الشرق الأوسط كشف عنها التصعيد الإسرائيلي بلبنان، والذي وضع المنطقة على حافة حرب شاملة من شأنها أن تهدد مصير العالم أجمع. مخاطر هذا التصعيد وهذا الصراع دفعت العديد من الدول الغربية والعربية إلى التحذير من خطورة التصعيد بين الطرفين والتحرك سريعا لاحتواء الأزمة وإنقاذ المنطقة. جهود دولية حثيثة لاحتواء الحرب التي تشنها إسرائيل على الجبهة الشمالية مع لبنان، لا سيما عقب تدهور الأمور واقترابها من حرب شاملة قد تهدد مصير منطقة الشرق الأوسط بأسرها، وهو الأمر الذي لم ينفه الرئيس الأمريكي جو بايدن. بايدن أكد خلال لقائه مع إحدى شبكات التلفزة الأمريكية أن احتمالات نشوب حرب كاملة في منطقة الشرق الأوسط ممكنة، وأن البيت الأبيض يبذل قصارى جهده لاحتواء تلك الأزمة وتجنب اندلاع أي حرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين طالب أيضاً الطرفين باللجوء إلى الدبلوماسية، كما دعا إلى ضرورة تنسيق الجهود لتجنب زيادة التصعيد. الاتحاد الأوروبي دخل على خط الأزمة، وحذر على لسان مسؤول السياسة الخارجية جوزيب بوريل من خطورة ذلك الصراع الذي من الممكن أن يمتد إلى حرب شاملة. بوريل تحدث باسم أوروبا كاملة مؤكداً أنها تبذل جهوداً حثيثة لتقليل التوتر، إلا أن الأسوأ بحسب المسؤول الأوروبي هو تحويل المخاوف الدولية بشأن توسيع نطاق الحرب إلى واقع مؤكد. أما عربياً فكانت مصر حاضرة في مقدمة الدول المنددة بذلك الصراع، والتي بذلت رفقة كل من الأردن والعراق جهوداً متضاعفة لحث المجتمع الدولي ومجلس الأمن على تحمل مسؤولياتهما ذات الصلة لوقف الحرب. الدول العربية الثلاث حملت في بيان مشترك إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذا التدهور الذي سيكون له تبعات خطيرة على المنطقة برمتها، مؤكدين أن وقف التصعيد الجاري بالمنطقة يبدأ بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. تعنت وتجاوزات قادة إسرائيل لم تعد مجرد محاولات عبثية من الاحتلال
لتوسيع حجم مستوطناتهم أو سرقة الأوطان، بل تحولت إلى كارثة وقنبلة موقوتة من شأنها أن تنفجر في وجه العالم أجمع. للمزيد من التفصيل والتعليق والتحليل حول ما يجري الآن من تحول الصراع من صراع بين دولة أو بين كيان وحزب وبين الصراع في المنطقة، ينضم إلينا من الخليل الدكتور عماد البشتاوي، أستاذ العلوم السياسية. دكتور عماد، أهلا بك. لو تحدثنا بداية عن هذه التحولات المصيرية التي جاء فيها الحديث في هذا التقرير في منطقة الشرق الأوسط، وأشار إليها نتنياهو في مناسبة سابقة قبل أيام بأن خارطة الشرق الأوسط قد تتغير، ربما لم يأخذ العديد من المحللين هذا التصريح محض الجدية. كيف يمكن أن تقرأ تلك التصريحات، خصوصا وأنه يتحدث اليوم عن أن وقف إطلاق النار في الجنوب اللبناني يكون تحت إطلاق النار أو بقوة أو تحت استمرار عملية القصف على الجنوب اللبناني؟ تحياتي لك ولجميع المشاهدين والمتابعين. أهلا بك دكتور عماد. نتنياهو منذ السابع من أكتوبر لا زال يؤمن بهذه الفكرة، أنه لا يمكن أن يوقف الحرب أو يجري مفاوضات حقيقية إلا تحت الضغط العسكري، وبالتالي من هنا يؤمن بهذه الفكرة التي عمليا مع تحوله من الجبهة الجنوبية وجبهة قطاع غزة باتجاه الجبهة الشمالية، نتنياهو يحقق أولا إجماع داخل الشارع الإسرائيلي حول ضرورة هذه الحرب، ولأول مرة والمعارضة تدعمه بشكل مطلق، يائير لابيد وبني غانتس دعموه ودعم الجيش الإسرائيلي في تحركاته. لذلك هذه الفكرة وهذا الإجماع داخل المعارضة وداخل الشارع يجعل نتنياهو يعزز هذا الشعار الذي رفعه في جنوب الجبهة الجنوبية في قطاع غزة وينقله إلى الجبهة الشمالية، ويقول مزيد من الضرب والضغط العسكري على حزب الله من ممكن أن يؤتي بثمار ونتائج مثل ما فعلت إسرائيل في الجبهة الجنوبية. هو يستمر بقصفه الشديد، وجه ضربة الأولى هي البادئة كانت، ووجه ضربة قوية ولا نقول قاضية لحزب الله، وبالتالي من خلالها يحاول أن يستمر بهذا الضغط من أجل أولا فصل الجبهة الشمالية عن الجنوبية، ثانيا محاولة استغلال هذا التعاطف الدولي مع إسرائيل وضعف الإدارة الأمريكية وهي في أضعف حالاتها في هذه الأيام، وصولا إلى رسم حدوده مع حزب الله وكذلك تقزيم وتحجيم قوة حزب الله بهذا الاتجاه. طيب، يعني الآن تحدثت عن المعارضة وموقف المعارضة، وهذا لأول مرة كما تقول تقوم المعارضة بالدعم الكامل لنتنياهو، بل ربما حتى ذهبت لأقصى من ذلك. يعني نتنياهو، مكتب نتنياهو يتحدث اليوم عن إعطاء الضوء الأخضر لوقف إطلاق النار في الجنوب اللبناني وعدوان الإسرائيلي على الجنوب، في حين أن لبيد يتحدث عن أن 21 يوما لا موضوع كبير، 7 أيام، وأن يكون هنالك سحق لحزب الله. طبعا بما أن الائتلاف والمعارضة شاهدوا حالة الإجماع وأغلبية الشارع الإسرائيلي تؤيد استمرار الضربة لحزب الله لكي يعود المستوطنين إلى أماكن سكناهم، بما أنه الشارع يريد ذلك تلقائيا المعارضة ستحاول أن تتساوق مع مطالب الشارع ولا أن تتعارض مع مطالب الشارع، وتلقائيا الآن ستصبح هناك حالة من المزايدة ما بين الائتلاف والمعارضة، وداخل المعارضة سنسمع أصوات كل واحد من هذه الأطراف المعارضة ستزاود على الآخر، ليبرمان، غدوان ساعر، بيني غانتس، يائير لابيد، هذه الأصوات التي كانت تحاول أن تظهر نفسها كمعتدلة في حرب قطاع غزة الآن أصبحت متشددة، لأن الشارع الإسرائيلي بمجمله الآن يؤيد هذه الضربة، وعلى المعارضة أن تركب هذه الموجة، وهذا ما حدث حقيقة وسيحدث خلال الأيام القليلة القادمة، مع إدراكهم أنه مع مرور الوقت لن تسير الأمور مثل ما ترتأي المعارضة أو يرتأي الائتلاف، لأن حزب الله نعم وجهت له ضربة قوية، لكن حزب الله لا زال يملك أوراق قوية موجودة لديه، لا زال لم يخرج جميع أسلحته ولم يحاول أن يجر المنطقة، لا هي حرب شاملة مع لبنان ولا حرب إقليمية. لذلك خطوات حزب الله هي محسوبة ومدروسة، يحاول أن يوجه الضربة بالضربة ولا أن يوسع الحرب مثل ما يريد نتنياهو مستغلا الأوضاع العالمية والإقليمية.
الدكتور عماد البشتاوي أستاذ العلوم السياسية كنت معنا من الخليل، شكرا جزيلا لك وحماكم الله أينما تكون دكتور، شكرا لك. حثت أستراليا ما يقدر بنحو 15,000 من مواطنيها المقيمين في لبنان على المغادرة، وأشارت أستراليا إلى خطر إغلاق مطار بيروت وصعوبة إجلاء أعداد كبيرة إذا ساء الوضع. وخلال تصريحات صحفية في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إن هنالك تخوفا من إغلاق مطار بيروت لفترة طويلة. توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة، هذا وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو سيلقي خطابا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الهجمات على لبنان. أعلن وزير خارجية فرنسا جان نويل باروت أن بلاده تعمل مع الولايات المتحدة على مقترح لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. وأمام مجلس الأمن دعا وزير الخارجية الفرنسي الطرفين إلى قبول وقف إطلاق النار دون تأخير، مؤكدا الإعلان قريبا عن الخطة الأمريكية الفرنسية لوقف إطلاق النار المؤقت في لبنان. في الأيام الأخيرة عملنا مع شركائنا الأمريكيين للتوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار لعشرين يوما للسماح بالمفاوضات، وهذه المنصة سوف يعلن عنها سريعا، ونحن نعول على الطرفين لقبولها من دون تأخير لكي نحمي السكان المدنيين ولكي نسمح بمفاوضات دبلوماسية. لقد عملنا مع الأطراف لتحديد المعايير للتوصل إلى حل دبلوماسي بالاستناد إلى القرار 1701. إنه مسار يتطلب الكثير ولكنه ممكن. أكرر، الحرب ليست حتمية، ونحن على استعداد للعمل على هذا الحل الدبلوماسي، وسأعود وسأذهب إلى بيروت للعمل مع الأطراف المعنية، وشكرا. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن العمليات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني تنتهك سيادة لبنان. وخلال جلسة لمجلس الأمن حول الأوضاع بالشرق الأوسط ولبنان، أضاف غوتيريش أن التصعيد في لبنان يعرض المنطقة لخطر حرب شاملة، وطالب باتخاذ إجراءات فورية لوقف التصعيد في الجنوب اللبناني. السيد الرئيس، أصحاب السعادة، الجحيم ينتشر في لبنان، وكما قلت الجمعية البارحة يجب أن نشعر جميعا بالقلق إزاء التصعيد، فلبنان وصل إلى شفير الهاوية. بالطبع لقد شهد الخط الأزرق التوتر لسنوات، وأن تبادل النار قد توسع في العمق والكثافة والمدى، حزب الله والمجموعات المسلحة من جهة وقوات الدفاع الإسرائيلية من جهة أخرى تبادل النار بشكل منتظم، وحزب الله قد أشار إلى أنه يطلب وقفا لإطلاق النار في غزة لوقف أعماله العدائية، وتبادل النيران قد انتهك بشكل متكرر، قرار مجلس الأمن 1701، كذلك استخدام اليومي للأسلحة من قبل مجموعات غير تابعة للدولة تنتهك قرار مجلس الأمن 1559 و1701. أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن وقف العدوان على غزة كان كفيلا بتهدئة الأوضاع على الحدود مع لبنان. وفي كلمته أمام مجلس الأمن الدولي أشار أبو الغيط إلى أن ضعف المجلس في محاسبة إسرائيل دفعها لمواصلة عدوانها في المنطقة. انتقلت شرارة النار التي أشعلها الاحتلال في غزة إلى لبنان، الذي تعرض سكانه خلال يومين لضربات عشوائية غاشمة لم يروا مثيلا لها منذ عقدين. الآن نفهم لماذا رفض الاحتلال الإسرائيلي المقترح تلو المقترح لوقف إطلاق النار في غزة. إسرائيل ببساطة لم تكن ترغب في وقف الحرب، وإنما في توسيعها، معرضة شعوب المنطقة كلها لوضع بالغ الخطورة ومقامرة بحياة الناس ومستقبل السلام الذي ترسخ مع بعض الدول العربية لعقود.
من جانبه أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تضامنه الشديد مع الشعب اللبناني، واصفا ما يعيشه بالأوضاع المأساوية. وأضاف بوريل أمام مجلس الأمن أن التصعيد في منطقة الشرق الأوسط لا يسفر عن نتائج إيجابية، وأنه يجب كسر موجة العنف، مشيرا إلى أن ما يجري في جنوب لبنان لا يمكن فصله عن الأحداث في قطاع غزة. نتحدث عن منطقة في العالم غالبا ما يكون فيها الأسوأ مؤكدا، حيث أن الأسوأ غالبا ما يصح. فاسمحوا لي بداية أن أعرب عن عميق التضامن مع الشعب اللبناني الذي كان لوقت طويل وبشكل واضح أسير نزاع لا يستحق ويتخطاه بشكل كبير. جميعنا يدرك الوضع المأساوي في الأشهر الماضية، شرحوه فلن أكرر الشرح. بالتالي 60,000 إسرائيلي غادروا منازلهم، 200,000 لبناني على الطرقات اضطروا للفرار من القتال في حين تدمر منازلهم بشكل ممنهج، ولن يكون لهم مكان يعودون إليه. أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أن الاحتلال الإسرائيلي يستبيح لبنان، وأن أعداد الشهداء والمصابين في ارتفاع مستمر فضلا عن تهجير الآلاف من منازلهم. وطالب ميقاتي مجلس الأمن الدولي بحق لبنان في السيادة واستعادة أراضيه المحتلة وحفظ القيم الدولية والإنسانية وبالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على لبنان وقطاع غزة. لبنان اليوم هو ضحية عدوان إلكتروني سيبراني جوي بحري، وقد يتحول إلى عدوان بري، بل إلى مسرح لحرب إقليمية واسعة. وآمل أن أعود إلى بلادي متسلحا بموقفكم الصريح الداعي لوقف هذا العدوان واحترام سيادة بلدي وسلامته. ما نشهده اليوم هو تصعيد غير مسبوق، مع اللجوء إلى وسائل وآليات جديدة لا سيما إلكترونية لإلحاق الأذى بأبناء شعبي. إن المعتدي يزعم أنه لا يستهدف إلا المسلحين والسلاح، ولكني أؤكد لكم أن مستشفيات لبنان تعج بالجرحى المدنيين وبينهم العشرات من النساء والأطفال. أمام ذلك يبقى السؤال: من يضمن عدم حصول هكذا اعتداءات على دول أخرى إذا لم تتخذ إجراءات رادعة وعقابية حاسمة بحق المعتدي؟ أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ضرورة الوقف الشامل للعدوان الإسرائيلي بمنطقة الشرق الأوسط، محملا مجلس الأمن مسؤولية عدم التزام تل أبيب بقرارات الشرعية الدولية. وخلال كلمته أمام المجلس بشأن الشرق الأوسط ولبنان، شدد عبد العاطي على أنه من دون وقف حمام الدم في قطاع غزة ستبقى المنطقة في دائرة الهدن المؤقتة التي لا تلبث أن تنهار. إن ما نشهده الآن في لبنان هو عدوان مكتمل الأركان وانتهاك صارخ لسيادة دولة هي عضو مؤسس لمنظمة الأمم المتحدة، عدوان أزهق أرواح المئات وتسبب في آلاف الجرحى وفرض نزوحا قسريا لعشرات الآلاف من المواطنين اللبنانيين في إهدار كامل لميثاق الأمم المتحدة وبالمخالفة لأحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. على أن المأساة التي يعيشها لبنان الآن والتي نجتمع اليوم لوقفها ليست منزوعة السياق، فهي نتيجة لا مفر منها للعجز المخزي لمجلس الأمن عن الاطلاع بمسؤوليته لوقف الحرب الدائرة رحاها منذ عام كامل في قطاع غزة. وإلى موضوع تفجير أجهزة البيجر في لبنان، قال المتحدث باسم الادعاء في تايوان إنه تم استجواب 4 شهود حتى الآن في تحقيقاته بشأن شركة تايوانية على صلة بأجهزة البيجر التي انفجرت الأسبوع الماضي في لبنان. وقالت مصادر أمنية إن إسرائيل مسؤولة عن تفجير أجهزة اللاسلكي التي زادت من حدة الصراع المتنامي مع حزب الله اللبناني.
من جانبها نفت شركة جولد أبولو ومقرها في تايوان الأسبوع الماضي تصنيع الأجهزة المستخدمة في الهجوم، وقالت إنه تم تصنيعها من قبل شركة في المجر لديها ترخيص لاستخدام علامتها التجارية. والآن مع تطورات العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة. قطاع غزة في حالة هستيرية. استشهد 5 فلسطينيين بقصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في منطقة الضابطة الجمركية شرقية خان يونس جنوب قطاع غزة، واستشهد فلسطيني سادس وأصيب آخرون جراء قصف منزل وسط المدينة وشمالي القطاع. أفاد إعلام فلسطيني بانتشال شهيدة وتسعة مصابين جراء قصف الاحتلال منزلا في شارع اليفاوية بمخيم جباليا، كما أفاد إعلام فلسطيني بسقوط شهيد وعدد من المصابين جراء قصف مواقع الدفاع المدني في حي الدرج شرقي مدينة غزة. ينضم إلينا من جنيف السفير الدكتور هيثم أبو سعيد رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة في جنيف. دكتور سعيد أهلا، أبو سعيد أهلا وسهلا بك معنا. لو تحدثنا بداية دكتور عن تفاقم هذه الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، تداعياتها حتى الساعة على الواقع الإنساني، تداعياتها على الواقع القانون الدولي مع فتح جبهة جديدة وهي الجبهة اللبنانية. نعم، صباح الخير لك ولكل المشاهدين. أهلا بك دكتور. طبعا ربط هذه الجبهات ببعضها البعض هذا من ضمن المخطط للحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي من أجل إحداث عدد أكبر من القتلى والجرحى، ومن أجل إرسال رسالة بالتفوق على كل المستويات. هذا الأمر طبعا قصد العديد من الناس الذين استشهدوا والذين تم التركيز بهم وتركيز بيوتهم والجنائية وغيرها، وهذا طبعا هو مدرج اليوم ضمن المحاسبة الدولية التي أقرتها محكمة العدل الدولية، أي جريمة الإبادة الجماعية. وبالتالي هذا الأمر أيضا سينسحب اليوم على ما يقوم به الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني الذي يبدو أنه يريد استحداث المشهد نفسه في ما حصل في غزة، أي تدمير كلي لكل البنى التحتية، تشتيت المجتمعات، تشريد الناس، وبالتالي إلحاق أكبر عدد ممكن من الضرر بالمجتمعات العادية. طيب سعادة السفير، إذا ما تحدثنا عن الواقع في قطاع غزة التي بدأت الصورة الآن تنحاز عن هذا الواقع أو تميل عن الواقع هذا بسبب الجبهة الجديدة في الجنوب اللبناني والتصعيد هناك وحديث الإعلام عموما عن ما يجري هنالك في لبنان، هل سيؤثر ذلك على الواقع أو على طبيعة ملاحقة الواقع الإنساني وملاحقة من يقوم بالجرائم ضد الإنسانية في غزة؟ لا أعتقد بأنه الجيش الإسرائيلي لا يستطيع تحمل الرسائل، وبالتالي سينسحب من جبهة غزة تدريجيا مع إحداث بعض الضربات من هنا ومن هناك من أجل القول بأنه ما زال موجودا، ولكن سيكون الحشد أكثر على الشمال الفلسطيني أي على الجنوب الفلسطيني من أجل تكثيف عمله العسكري ونقل المعركة إلى الداخل اللبناني. وكما أشرت أنه يحاول أن يقوم بأنه يمكنه أن يفعل ما يشاء في أي بقعة من العالم العربي، ولكن في رأينا أن لبنان من خلال ما يتم تصريحه من قبل المقاومة اللبنانية
أنه لم يدخل الحرب فعليا وأنه ما زال جثة إسناد إلى غزة، أي إذا ما انتهت المعركة في غزة حكما ستنتهي في لبنان. الإسرائيلي لا يريد هذا الأمر يبدو، توسيع هذه رقعة الحرب لعدد من الأسباب، منها الهروب إلى الأمام من المحاكمات والمحاكمة الدولية التي تنتظر القادة الإسرائيلي. ثانيا لم يتم تحقيق أي من الإنجازات العسكرية بحسب ما رأينا، وبالتالي إسرائيل بحاجة إلى أي انتصار، لأنه القصف من الجو الكل يدرك بأن إسرائيل لديها الإمكانات الكبيرة في الجو وهي يمكنها أن تدمر، وهذا ما حصل في 2006، ولكن حصيلة المعركة في 2006 لم تأتي بنتيجة إيجابية بالنسبة لإسرائيل وإنما كانت على العكس، وهي تحاول اليوم أن تعيد هذه الكرة حتى تثبت نوع من المعادلة الجديدة التي عاشتها منذ 2006 لغاية 2024 تحت نوع من التقهقر إذا أردت، وتحت نوع من الهزيمة التي حصلت قبل 2006. هذا الأمر هي تحاول، يعني هذا هو الشق الثاني الذي تريده إسرائيل من المعركة. تدرك إسرائيل بأنه ليست الحروب يعني يتم إنجازها من الجو، كل الحروب يجب أن يكون هناك عمل بري، وهذا وهذا الأمر بحسب الأخصائيين العسكريين هذا الأمر سيحدث تغييرات يعني لن يتوقعها أعتقد الإسرائيلي، لأنه إذا ما حصل في 2006 لم يمكنه أن يعني ينجز أي من هذه الإنجازات، وكان حزب الله آنذاك لديه إمكانيات معينة، أما اليوم فإمكانيات حزب الله فاقت هذه القدرات، وبالتالي أعتقد بأن الحرب البرية ليست في صالح إسرائيل، وما يقوم به رئيس حكومة إسرائيل أي أنه طلب 10,000 جندي من أجل العمل البري. عادة الجيوش لا تعلن هذه الأنواع من الإجراءات، لأنه هي تقوم بها إذا ما كانت جدية طبعا بهذا الاتجاه. لكن سعادة السفير كان ذلك أيضا في الحرب على قطاع غزة، شهدنا ذلك، أعلنوا وقاموا بتنفيذ ما أعلنوا عنه. هنا أريد أسألك سعادة السفير عن نقطة سعادة السفير أسألك خليني وضع شأنك تفضل خليني وضع شأنك جبهة غزة، يعني باحترامنا لجبهة غزة ليست كما هي جبهة لبنان. جبهة لبنان يعني هناك تجارب عديدة لإسرائيل مع جبهة لبنان آخرها 2006، فبالتالي لا يمكن مقارنة الجبهات مع بعضها البعض. جبهة غزة إمكاناتها العسكرية تبينت أنها يعني ليست على المستوى الذي كان من المتوقع أن تكون. أما جبهة لبنان فلا تنسى أن حزب الله لم يستعمل حتى الآن يعني الترسانة الحقيقية عندما يدخل الحرب، حتى الآن المقاومة اللبنانية لم تعلن دخولها، وبالتالي هناك وتيرة من المقاربة العسكرية بحسب ما فهمت من القراءة أن هناك وتيرة مقاربة يعني يتم العمل عليها بدراية وبحكمة وبحنكة حتى لا يعطي الفريق الآخر ما هي الإمكانات. حزب الله بحسب ما ندرك لديه الإمكانات لم يستعملها حتى الآن، وحتى الإسرائيلي يعلن ذلك في عدد من بياناته العسكرية. دكتور، نحن نتحدث عن إمكانيات الجبهات، نتحدث عن أو تحدثنا عن تصريحات الجيش، هو قام يعني هذا هو نسقه منذ عام وحتى الآن يصرح ربما ما صرح عليه. وهنا أريد أن أسألك دكتور بصفتك الاعتبارية بموضوع حقوق الإنسان، الإعلان عن عدم عودة أهالي الشمال، الإعلان باحتماليات الحرب البرية كما جاء على لسان هاليفي يوم أمس على أن هناك اجتياح بري للجيش الإسرائيلي للمنطقة الجنوبية، وعدم رغبة عودة أهالي الشمال إلى شمال إلى عفوا أهالي جنوب لبنان إلى بلداتهم، يشابه ما أعلنه نتنياهو قبل أيام عن احتمالية جعل شمال قطاع غزة منطقة عسكرية. بالتالي ما هي مخاوفكم إنسانيا من جعل منطقة الجنوب اللبناني كالشمال في قطاع غزة منطقة عسكرية لأمن إسرائيل كما يقولون؟ ما قام به الجيش الإسرائيلي من خلال قصفه في المناطق السكنية في الجنوب هو استحداث نوع من التوازن الموضوع بين البلدين، أي هناك نزوح لبناني
من الجنوب وهناك النزوع من الشمال من فلسطين المختلفة. طبعا هذا الأمر هو من أجل المساومة على طاولة المفاوضات، وهذا ما يحصل اليوم في نيويورك تحديدا. أي إذا ما أردتم إرجاع اللبنانيين إلى الجنوب، عليكم السماح بعودة الإسرائيليين إلى الشمال من فلسطين المختلفة. هذا التوازن الذي يعني يعتقد الإسرائيلي أنه حصل عليه، أنا أرى بأنه حتى الآن حزب الله لم يوافق على مفاوضات نيويورك، ولم يعطي الضوء الأخضر لأحد من أجل القبول بهذا الأمر. يرى حزب الله أنه سيكون أمام الجيش الإسرائيلي حل وحيد هو العمل الميداني، أي محاولة التوغل العسكرية، وهنا أعتقد ما يريده حزب الله من أجل إلحاق الهزيمة الكبرى في هذا العمل العسكري الذي يحاول إسرائيلي تغيير الواقع الأمني على الأرض. نعم، من جنيف السفير الدكتور هيثم أبو سعيد رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة في جنيف، شكرا جزيلا لك لوجودك معنا في هذه التغطية. انتهت هذه الساعة من التغطية، ولم تنتهي تغطيتنا للواقع لما يجري في لبنان وفي قطاع غزة على مدار 24 ساعة. نلتقيكم على رأس الساعة المقبلة، ابقوا معنا.